Oh!
لنا الشرف خاطر لنا الموسخين ولنا مجرمين ولنا قتلة. احنا سامحنا مع الناس اللي عذبتنا، سامحنا مع الناس اللي عملت فينا كل شيء، وقلنا تونس للناس الكل ونتحدوكم ارجعوا من 2011 تو نفس الخطاب نتاعك. لا خطاب اقصائي. شيخ راسل غنوش قاعد معاهم الاربعه نتاع الصباح قال لهم سمعتك سمعتك، وما قدروش باش يجيبوا 109، ما قدروش باش يجيبوا 109 سقطوا حركه النهضه. قال لهم نسقط نخرج من البرلمان جيبوا 109. نقول لكم تفضلوا، هاي الديمقراطيه ما يؤمنوش بها. الديمقراطيه الديمقراطيه لا اللي عرفوها اللي تجيبهم هم. قالوا حركة النهضة تسعى للحكم، اي وانتم الساسانيين شنو تسعوا؟ بين الصفا والمروة ما تسعوا للحكم، ما انتم تسعين للحكم. من حقي باش الشعب يعطيني من حقي، غدا الشعب يقول له قعد على البنك، اما راشد الغنوشي لا نزكي في الله حد، لا نزكي راشد الغنوشي، اعمل لي خالص، اي زكاة، اي زكاة، جيب له ملف قدام الراي العام وعندك القنوات الكل نتاعك، هاك عندك الصلوحيات، عندك القنوات، عندك المحاكم. القضاة باش ما يغلطوكمش، القضاة اللي تم سحقهم هما رفضوا انه يكونوا بيادك اللي هو رشح، هما خرجوا في التلابس وقالوا روى السمنة. يا ودي موجود الفساد حتى في العائلة مش في قضاء، لكن الفساد جيبوا هو براهين قدام الراي العام خاطر الشعب التونسي تبارك الله تواعره. يا ودي انت يا رب اش عدوا عليه؟ عدوا على بياتنا وجنودنا، لا كان التكنولوجيا لا كان الاعلام ولا كان ولا كان ولا كان. ما عادش الناس تتبع قنواتكم الفاسده. راهي اليوم قنوات العالم الكل توجدت في الديار، العربي، الجزيره، الزيتونه، قناه الحوار البريطانيه، قنوات العالم الكل. اكذبوا لليل النهار ما تصدق بحد. للباطل جوله وللحق جولات. الحمد لله لما جيتوش تخافوا من صناديق الاقتراع، هاي قمة الديمقراطية. بروا معنا صناديق الاقتراع وخلي الشعب يقولوا نقعدوا على البنك. احنا مع الديمقراطية، احنا مع الحرية، لا للإقصاء، لا للإجرام، لا نقطع طرق. ارجع 2011 شوفوا شكون اللي يقطع في الطرق. ارجع 2011 شكون اللي عمل الضربات العامة. ارجع من 2011 شكون اللي يسبب فيها اللي هم يعتبروا فيها. ونحبكم تشوفوا وحدكم تعرفوا قيموا وحدكم، شوفوا شكون يقول 10 سنين سواد، شوفوهم شكون. والله العلي العظيم الثوره المضاد، والله لا واحد شريف ولا واحد حر يقول 10 سنين سواد، والله لا ثم واحد. ارجعوا قنواتكم، كان المجرم، كان اللي كان مستفيد، وكان اللي قوي الخوان، وكان اللي كان يلحس، وكان اللي كان يكتب في الاحوال في الليل، وكان الشعب يا راس الناس.